السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في التوتوريال الأخير لمادة 215A. التوتوريال ده بيتكلم على أنظمة تحديد المواقع عن طريق العمارة الصناعية اللي هي Global Positioning System. هناخد مقدمة عنها، أنواع الأنظمة اللي موجودة والمتاحة، المبادئ الخاصة بيها، إزاي نتعامل مع الأخطاء اللي بتنتج عن تحديد المواقع، وإزاي نحدد اللي هي الدقة الخاصة بتحديد الموقع، مكونات الجي بي اس ريسيفر، وناخد كونكلوجن في النهاية، يعني ملخص للموضوع كله. نيجي نتكلم في أول معلومة، بيقول إنه في مجموعة من الأنظمة المستخدمة عالميا لتحديد المواقع، وليس نظام الجي بي اس بس. نظام الجي بي اس اللي هو النظام الأمريكي ده اللي هو الوحيد اللي شغال بصفة كاملة، في نظام روسي اسمه جلوناس، في نظام أوروبي اسمه جاليليو، طبعا والصين والهند كمان بيبدأوا يعملوا أنظمة خاصة بيهم. الحاجات دي ممكن تيجي اختياري. هو بيقول لي currently حاليا the only fully functional global navigation satellite system، ده ممكن يجي اختصار، هو النظام الامريكي اللي هو الجي بي اس سيستم اللي بيعتمد على مجموعة من الاقمار الصناعية. طبعا هنا بيقول لي ان روسيا بتستخدم نظام اسمه جلوناس ده كان يفترض انه كان عطل او كانوا حلوا للاستدعاء مثلا او وقفوا وبعد كده رجعوا تاني للعمل. بعد كده بيقول لي ان في اوروبا بيستخدموا نظام اسمه جاليليو، هو بدأ كأوربت تيستينج مجموعة أقمار صناعية في 2008، ويفترض أنهم بيحاولوا يرجعوه تاني. الصين واليابان والهند بيحاولوا يبنوا أنظمة اللي هي تحديد الأماكن اللي هي الجلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم الخاصة بيهم. أول سؤال هنيجي نسأل نفسنا كده، ازاي الجي بي اس ريسيفر لوكيشن كان بيديترماين، ازاي الجي بي اس ريسيفر اللي هو الجهاز اللي موجود في الموبايل او موجود في السياره الخاصه بيها بيحدد المكان؟ طبعا المفروض انه بيحصل حوار ما بينه وبين القمر الصناعي عن طريقه بيتم تحديد المكان، بس التفاصيل الفنيه ازاي نتكلم فيها. اول حاجه ان الجي بي اس ساتلايت القمر الصناعي بيبعت راديو سيجنال، بيبعت اشاره، يبقى القمر الصناعي هيبعت اشاره، مين اللي هيلقطها؟ هيلقطها الجي بي اس ريسيفر. الجي بي اس ريسيفر المفروض انه هيحسب المسافة اللي خدها، هيحسب المسافة ما بينه وبين الأقمار الصناعية، هو محتاج 3 أقمار صناعية عشان يحدد المسافة بدقة إلى حد ما. يبقى إذا الجي بي اس ريسيفر كان كالكيوليت الديستانس بتاعته من 3 أقمار صناعية اعتمادا على سرعة الإشارات دي. إزاي؟ احنا كان عندنا قانون بيقول إن التايم بيساوي الديستانس على الفيلوسيتي، يعني معنى كده إن المسافة بتساوي الزمن مضروب في السرعة. طب وإشارات الراديو سيجنال ديت المفروض انها بتمشي بسرعه الضوء اللي هي 3 × 10^8، طيب ما هنضربها في الزمن. اصل الاشاره ما بتطلع من الساتلايت وتوصل للري ريسيفر بتاخد زمن مثلا ثانيتين، يبقى انا هضرب الزمن مضروب في السرعه هيديني المسافه اللي بيبعدها القمر الصناعي عن الجي بي اس ريسيفر. يبقى النقطه الاولانيه انه الساتلايت هيبعت راديو سيجنال، مين اللي هيلقطها؟ اللي هو الجي بي اس ريسيفر. النقطة الثانية ان الجي بي اس ريسيفر هيحسب المسافة اعتمادا على المسافة على السرعة بتاعتي وعلى الزمن اللي بياخده القمر الصناعي عشان يبعت الاشارة. طبعا احنا قلنا ان احنا هنتعامل مع 3 اقمار صناعية، يبقى تحديد المكان بيعتمد على منطقة التقاطع اللي هو بيسموها الانترسكشن الخاصة ب 3 اقمار صناعية. في كل قمر صناعي المفروض ان الجي بي اس ريسيفر بيعمل لوكيتنج للمكان الخاص بالقمر دوت، يبقى نقطه التقاطع زي ما انا بقول لحضرتك والانترسكشن اللي هي التقاطع من الثلاث اقمار الصناعيه بيديني المكان، بيحدد لي المكان اللي انا عايزه. اتنقل للصفحه اللي بعدها، بيقول لي انه سيرفيس ان ثيوري، بيقول لي نظريا انه انا محتاج 3 اقمار صناعيه بس، لكن المفروض ان انا بحتاج قمر رابع عشان اتخلص من حاجات خاصه بالاكيورسي اللي هي الدقه. يبقى ان ثيوري only 3 satellite، المفروض ان انا محتاج 3 اقمار صناعيه عشان احدد اللي هو اللوكيشن الخاص بيا، لكن عمليا وعشان يبقى فيها انواع عشان اتخلص من التايمنج ايرور اللي بيحصل، فالمفروض ان انا بستخدم قمر رابع. هنعرف قدام السبب دوت. But a fourth satellite is used in practice to provide the required level of measurement accuracy. طبعا هو بيقول لي ان practice عمليا المفروض ان البروسيس ديت بتكون معقده اكتر. نأكد تاني انه بتشتغل الأقمار الصناعية اللي موجودة عندي ديت عشان تحدد الموقع. كل قمر صناعي بيعمل شكل كروي من التقاطعات بتاعت الأسطح دي مع بعضها ومع سطح الكرة الأرضية هنحدد الموقع. كلام عامي خالص. جاي هنا بيقول لي one important requirement، فيه requirement طلب مهم جدا في الجي بي اس ريسيفر، انه لازم يحدد الأقمار الصناعية في ويعمل لوك عليه. لوك يعني معنى كده انه بيربط نفسه، اصل خلي بالك القمر الصناعي المفروض انه بيتحرك،
لكن الجي بي اس ريسيفر خلينا نفترض ان هو ثابت في مكانه، فالمفروض انه لازم اظبط نفسي على القمر الصناعي عشان اعرف المدار بتاعه فين. طيب نعملها ازاي؟ يفترض انه في وزارة الدفاع الامريكية بتنشر جداول، الجداول دي بتحتوي على اماكن وجود الاقمار الصناعية بصفة دورية في المدارات الخاصة بها، وبتندمج الجداول ديت في اجهزة الجي بي اس. نركز معلوماتنا، يبقى من اهم متطلبات الجي بي اس انه يكون عند الريسيفر اللي هو الجي بي اس ريسيفر قدرة على تحديد مكان القمر الصناعي في السماء. ليه؟ عشان احدد مكان، عشان احدد الاشارة المرسلة منه بالظبط. لكن ازاي والمفروض ان انت عندك الاقمار الصناعيه ديت المفروض انها بتتحرك زي ان الارض بتتحرك، فحته ان انا احدد مكانه واثبت نفسي عليه صعبه شويه. احنا بنعملها ازاي؟ احنا يفترض ان وزاره الدفاع الامريكيه بيكون عندها جداول معينه، لان هي المسؤوله عن النظام دوت اللي هو الجي بي اس، فبيكون عندها جداول معينه بتحدد مكان القمر الصناعي في اي وقت، يعني مثلا الساعه 5 هيكون في المدار كذا، الساعه 6 هيكون في الوقت كذا، وبتوضع داخل اجهزه جي بي اس ريسيفر بيكون بحيث ان يكون فيه نوع من انواع السينكرونايزيشن، تزامن. اول ما تشغل الجي بي اس ريسيفر يجي رايح يعمل سيرش في الجدول دوت، القمر الصناعي هيكون في المنطقه ديت، انا اروح ادور عليه في عليها على القمر الصناعي فيها واعمل زي سينكرونايزيشن معاه. يبقى اذا هنا بيقول لي one important requirement in GPS is that the GPS receiver need to be able to locate the GPS satellite في the sky in order to look to the signal they are transmitting. ازاي يعملها بقى وكان مع وضع في الاعتبار ان الاقمار الصناعيه اللي موجوده عادي دي بتتحرك بصفه مستمره in relation to بالنسبه لسطح الارض. The answer is that ممكن يجي سؤال مقالي ده ان الـ US Department of Defense اللي هي وزارة الدفاع الأمريكية which is responsible هي المسؤولة عن الأقمار الصناعية بتنشر جداول خاصة بالأقمار بتحدد مكان الأقمار ديت في أي وقت، والجداول دي بيتم برمجتها جوه الجي بي اس ريسيفر. In detail عايزين بالتفصيل بقى نعرف إزاي الجي بي اس ريسيفر بيحدد المكان. أهم نقطة عندي عنها هنبدأ هنا، بيقول لي step 1 measurement of propagation time. النقطة ديت او الهدف من النقطة الاولانية انه احنا عندنا المكان، مش احنا كنا بنقول ان احنا محتاجين ثلاث اقمار صناعية عشان نحدد المكان. هو بيجي يقول لي انه وجود ثلاث اقمار صناعية فقط ممكن ما يكونش كافي بدرجة كافية عشان يحدد لي المكان حياة، فاحنا ممكن نحتاج امر رابع. يبقى هنا بيقول لي بتحتوي الاشارة المفروض ان القمر الصناعي او الساتلايت بتاعي بيبعت كود معين، الكود دوت بيتكرر، الكود ده عبارة عن 1023 بت بيسموه بيزيدو راندوم كود، الكود ده بيتكرر بصفة دورية عشان يبدأ نوع من انواع السينكرونايزيشن ما بين القمر الصناعي وما بين الريسيفر. على سبيل المثال لو حضراتكم بتشوفوا مثلا في الاذاعه المدرسيه مثلا، مش بنلاقي اللي هو اللي ماسك الميكروفون الخاص بالاذاعه عمال بيقعد يتكلم شويه كلام كده في الاول قبل ما يبدا الناس تعمل الخطابات والكلام ده؟ ليه؟ عشان يخلي المستمعين يظبطوا ودانهم عليه، يعني يعمل نوع من انواع السينكرونايزيشن، يعني يكون كل من الترانسميتر والريسيفر عندهم القدره على تحديد بدايه ونهايه الكلام. يبقى هنا بيقول لي الخطوة الأولانية إن أنا بعمل عملية measurement of propagation time. فكرتها إنه زي ما قلت لحضراتكم إن القمر الصناعي المفروض إنه بيبعت كود معين، اللي هو كود معين من الأنواع اللي اسمها بيزيدو random codes. الأكواد ديت أي حد يفهمها تعتبر بالنسبة له داتا، لكن اللي ما فهمهاش بتعتبر بالنسبة له كنويز. يبقى بيقول لي هنا the signal that it is transmitted from a satellite to a GPS receiver contain a sequence of code، تتابع معين كده، التتابع ده بيتكرر، يعني كلمة بتتكرر المفروض إنه الريسيفر بيحاول يظبط نفسه عليها. That run continuously at both كل من اللي هو الـ GPS transmitter والـ GPS receiver. طبعا لو حضراتكم شايفين ده هو السيكونس، الإشارة ديت هي الإشارة دي، بس دي إنما بوتة من عند السيرفر، من عند اللي هو الـ GPS transmitter، وديت اللي هي هتوصل للريسيفر. نلاحظ إن في ديلي كده، في تأخير في وصول الإشارة دوت، اللي هو الزمن اللي أنا بستخدمه عشان أحسب المسافة، عشان أحسب المسافة اللي موجودة عندي. احنا طبعا كنا بنقول ان احنا اول حاجه في القمر الصناعي انه بيحسب المسافه في الجي بي اس ريسيفر، المفروض انه بيحسب المسافه اللي ما بينه وما بين اللي هو ساتلايت. يحسبها ازاي؟ اعتمادا على التايم مضروب في السرعه، سرعه الضوء اللي هي 3 × 10⁸، والتايم اللي هو الفرق ده اللي هو البروباجيشن ديلي ده. طبعا الاشاره ديت هي الاشاره دي بس معمول لها شيفتنج، يبقى هنا سينكرونسلي رانينج كود ات ذا ريسيفر اند ترانسميتر، ودي اللي هي الاشاره بعد ما يحصل لها ديلي.
خلي بال حضراتكم المسمى بتاعها اسمها بيزيد راندوم باينري سيكونس، بيزيد راندوم باينري سيكونس، والمفروض انها بتتكرر كل 1023 بت. ايه هو البيزيد راندوم باينري سيكونس ده؟ البيزيد راندوم باينري سيكونس هو عباره عن كود عشوائي، يعني شويه اصفار وحايد، بس الفكره فيه ان هو بيتكرر بصفه دايمه. الكود دوت اللي هو البيزيد راندوم باينري سيكونس بيدمج بعض خواص الاشاره الراندوم، كمان ممكن اكتشافه بسهوله عند الريسيفر، ده غير انه مش محتاج ان انا يكون عندي انتنة قويه، يعني محتاج انه الانتنة اللي موجود عندي يكون انتنة صغيره مثلا، والا بالشكل دوت ما كنتش حاضر احطها جوه اللي هو الجي بي اس ريسيفر اللي هو اجهزه صغيره جوه الموبايل والكلام ده. يبقى ده البيزيد راندوم باينري سيكونس هو عباره عن كود عشوائي من الاصفار والوحيد بيتكرر بصفه دائمه. الكود دوت من الاكواد المفيده، ليه؟ لانه بيدمج خواص الاشاره الراندوم وكمان نقدر اكتشفه بسهوله، كما انه من اهم المميزات اللي موجوده فيه ان انا ممكن اقويه عن طريق اللي هو الجي بي اس ريسيفر. قوي يعني اكبر الاشاره، معنى كده ان انا مش محتاج انه يكون عندي انتنة كبيره، وبالتالي مش محتاجين لهواية استقبال كبير الحجم حتى لو كانت الإشارة اللي وصلته ضعيفة. يبقى هنا بيقول لي a random binary sequence is a pattern عبارة عن نمط من الوحايد والأصفار that has no obvious pattern to it، اللي ما بيكونش ليه معنى مفهوم. البيزيد random binary sequence is a random binary عبارة عن تتابع عشوائي من الأصفار والوحايد that repeat over and over بيتكرر بصفة مستمرة. بيزيدوا random binary sequence are useful مفيدة، ليه؟ because they combine some of the property of random signal with some of the propagation properties of signal that repeat regularly. الخطوة الثانية انه كل قمر صناعي بيبعت اللي هو الديديكيتد بيزيدوا random binary sequence الخاص بيه. هو كل الأقمار بيكون لها سيكونس خاص، كل الأقمار بيكون لها سيكونس واحد؟ لا، كل قمر صناعي بيكون لي بيزيدوا random binary sequence خاص بيه، والمفروض ان الجي بي اس ريسيفر بيحاول يستقبل الحاجات ديت وبيحاول يحسب الديلي الخاص بكل قمر، لانه الاقمار ما بتكونش في مدار واحد او بتكونش في نفس المكان، الاقمار بتكون على مسارات متباعده من بعضها. اذا ايتش ساتلايت كل قمر صناعي بيبعت اتس اون ديديكيتد بيزيد راندوم باينري سيكونس which makes اللي بيخلي it is possible to detect which satellite signal is being received. يبقى إذا يقوم كل قمر صناعي بإرسال الكود الخاص به، وبالتالي ممكن للأخر ريسيفر أنه يحدد مكان القمر، يحدد القمر اللي بعت الإشارة، وكمان بنقدر نقوي الإشارة ديت باستخدام مثلا أي سيستم موجود جوه الجي بي إس ريسيفر. معنى كده إن إحنا مش محتاجين لأنتنة أو بيج أنتنة عند الجي بي إس ريسيفر. يبقى دي الخاصية بتاعت البيزيدو راندوم باينري سيكونس، إن هي special property that make it easier to detect، بيكون سهل إن هي تعمل لها detecting أو اكتشفها وعمل لها amplify أكبر الإشارات الضعيفة عند الجي بي اس receiver. The receiver therefore doesn't need the large antenna that would otherwise be needed for such weak signal. يبقى دلوقتي ان هي الاشارات الخاصه بالبيزيدو راندوم باينري سيكونس زي ما قلت لحضراتكم هي بتتكرر بصفه مستمره، المفروض انها بتكرر نفسها كل 1023 بت. اهم ميزه فيها ان انا ممكن اكتشفها اعمل لها ديتكتنج واعمل لها امبليفيكيشن بسهوله، معنى كده ان انا مش محتاج انتنه كبيره عشان استقبل الاشارات اللي هي الجي بي اس ريسيفر الجي بي اس ترانسميتر. جاي سؤال هنا بيقول لي عشان نوضح المفهوم ده، فهو بيقول لي اوجد لي قوة الإشارة اللي موجودة عندي بالوات لكل متر مربع. يبقى هنا بيقول لي to get a sense of just how weak the GPS signal are at the receiver، احسب لي الباور، احسب لي قوة الإشارة اللي موجودة عندي بالوات لكل متر مكعب، بالوات لكل متر مربع. لو المسافة اللي موجودة عندي أو المسافة مسافة القمر الصناعي من أو الجي بي اس ترانسميتر من الريسيفر كانت 20,000 كيلو، والمفروض إنه كان بيبعت باور اللي هي 50 واط which in fact the maximum power at which الجي بي اس satellite transmit، يبقى قوة إرسال اللي هو الترانسميتر كانت 50 واط. إحنا هنستخدم القانون ده اللي هو بيقول لي الباور لكل متر مربع، الباور لكل متر مربع بتساوي الباور أوت بتاعي اللي هو 50 متر على 4 باي المسافة تربيعي 4 باي ار تربيعي. يبقى المفروض ان هنقسم كام؟ هنقسم ال 50 على 4 باي الار اللي هي الديستانس. الديستانس المفروض انها كانت 20,000 كيلو، ال 20,000 كيلو يعني 20 في 1000 مضروبه في 10 اس 3 متر كل متر تربيعي، يبقى نقول 50 على 4 باي مضروبه في 20 في 10 20,000 في 10 اس 3. طبعا الناتج هيطلع لي ب 9 9 5 مش عارف في 10 أو سالب 15. نيجي للخطوة الثالثة اللي هو بيقول لي
انه assuming that بافتراض ان الكود سيكونس assuming that الكود سيكونس at both transmitter والreceiver are running in perfect synchronization. يبقى احنا كده ضبطنا عملنا synchronization او تزامن ما بين الكود عند الترانسميتر والكود عند الريسيفر، يعني هما مظبطين نفسهم على بعض. محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نحدد الفارق الزمني المستخدم لارسال الاشاره، وكمان هنظبط التايمينج ما بين الجي بي اس ساتلايت والجي بي اس ريسيفر. يبقى اذا assuming that بفرض ان الكود سيكونس عند كل من الترانسميتر والريسيفر are running in perfect synchronization، الجي بي اس ريسيفر الريسيفر المفروض انه هيقارن الاشاره اللي هتوصله بالكود اللي هو وصله عشان يعرف الفرق الزمني هيكون كام. The received code will appear delayed by the amount of time that it has taken to propagate from the transmitter. يعني زي ما وريت حضراتكم الرسمه ديت، المفروض انه دي الاشاره اللي هي بتنبعت من اللي هو الجي بي اس ساتلايت او الجي بي اس ترانسميتر، ودي الاشاره اللي هتوصل للجي بي اس ريسيفر. فالمفروض ان احنا عندنا هنا في فرق ما بينهم هما الاثنين، ده اللي هو الديلي بتاعي، دي بتبدا من هنا ودي بتبدا من هنا، يبقى الفرق بين الاثنين دوت اللي هو البروباجيشن تايم. نتنقل للنقطه اللي بعدها، بيقول لي ان ستيب 4 adjustment ان احنا نظبط التايمينج is needed to bring the received and the received code sequence back into alignment. بنظبط التايمينج ما بين الجي بي اس ساتلايت والجي بي اس ريسيفر.